الشيخ محمد حجازي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس هنتقل على حضرتك وناخد منك خمس دقايق تدينا نبذة عن الشيخ أحمد سلام ومبروك الشهير بابو الفرج الذي تم تسليمه إلى مصر عام 1998 عائدا من أذربيجان. فدينا نبذة عنه على أساس حضرتك قعدت معاه ومكست معاه في السجن فترة طويلة، فنبذة سريعة عنه. لا بأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الشيخ أحمد سلام أبوك، أولا أنا لا أعلمه من السجن فقط، بل أنا أعلمه من عام 79 أو 80 قبل أحداث 81، وكان وقتها في كلية الزراعة السنة الأخيرة، فتعرفت عليه عندما كان طالبا، كان أكبر مني بعدة سنوات، كان في السنة النهائية في كلية الزراعة، ثم دخل الجيش بعد ذلك، ثم قبض عليه في أحداث 81. طبعا كل هذه أشياء قديمة. مكث في عام 81 سبع سنوات، ثم سافر بعد ذلك خارج مصر، والتحق بالمجاهدين في أفغانستان، إلى أن عاد إلينا مرة أخرى بعد القبض عليه في أذربيجان مرحلا، وكان قد قبض عليه من قبل المخابرات الأمريكية. علمنا أنه في هذه الفترة عندما قابلناه في المرة الأخيرة وجلسنا معه عدة سنوات قبل الخروج، علمنا أنه كان قد انضم إلى إخوة القاعدة، وأن الشيخ أيمن كان قد أعطاه مركزا كبيرا وسط الإخوة، وبالذات عن العمليات الخارجية أو نحو ذلك. وفي الحقيقة يعني ما نعلمه عنه أنه رجل يشهد له الجميع حتى أعداؤه بالأخلاق النبيلة، فهو دامس الخلق جدا، ولن يزكى الله أحدا، وذو عبادة وذو زهد وذو ثبات، ولن يزكى الله أحدا يعني. وإن لم يكن مشهورا لأنه ليس كثير الكلام، ونظرا أيضا لأن حياته كانت موزعة بين السجن وبين العمل في الخارج، فلم يظهر كرجل داعية أو كرجل إعلام أو نحو ذلك، لأن طبيعة عمله ثم بعد ذلك دخوله السجن منعه من الظهور في الإعلام أو من الأحاديث أو نحو ذلك. يعني هذه جملة سريعة عن الشيخ أحمد سلام. كان ذكر على لسان أحد القيادات السابقة للجهاد وهو أنور عكاشة المفرج عنه منذ 3 أشهر، وذكر أن الشيخ أبو الفرج اللي هو أحمد سلامة كان موافق على مبادرة أو لمح إلى ذلك يعني، فما قولك في هذا الحديث؟ قولي في هذا الحديث باعتبار أننا عشرنا هذا وعشرنا ذاك عدة سنوات وليس سنة واحدة، أن هذا محض كذب وافتراء لأسباب كثيرة. السبب الأول، أولا المتحدث هو أنور عكاشة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية وللجميع يا رب. كان قد قدم مبادرة منذ عدة سنوات في السجن، وكالعادة كما هو النظام متبع من أمن الدولة، كانت تقوم بوضع الذين وافقوا على المبادرة أو على التوبة أو نحو ذلك في سجون معينة، بحيث تعطيهم بعض الامتيازات وتبقي الذين رفضوا التنازلات في سجون أخرى، بحيث يكون الأمر مضيقا عليهم بخلاف ما قدموا تنازلات من البداية. فكان أنور عكاشة قد يعني حدثت أمور كثيرة وتعرض لضغوط كثيرة، نسأل الله لنا وله الهداية، ووافق على المبادرة وقدم بحثا أو بعض الورقات المكتوبة للأمن حتى يثبت مصداقية كلامه، ولذا تم عزله عن الشيخ أحمد سلامة وعننا أيضا وعن عديد من الإخوة الذين رفضوا المبادرات والتوبة نحو ذلك. تم عزله من عام 2005 أو 2006 تقريبا، وكنا معا وقتها في سجن أبي زعبل، فتم نقله إلى سجن الليمان حتى يكون هناك نوع من الراحة والسعة، بينما تم نقلنا بعد ذلك إلى سجن المرج، وكان سجنا ضيقا جدا. وطبعا الذين ذهبوا إلى سجن الليمان في البداية فتحت لهم الزيارات الشخصية وتمت التوسيع عليهم ونحو ذلك مع بحث حالتهم، لأنه كان محكوما عليه عام 81 على ما أذكر ب15 عاما، ثم حكم عليه بعد ذلك في قضية داخلية بتأبيده 25 سنة. طبعا من المعلوم لمن ليس عنده علم، ودين، وهذه نقطة مهمة،
أنه من حكم عليه بحكم داخلي، يعني داخل السجن وليس خارج السجن، فإنه يضاف إلى حكمه السابق. فمن المفترض أنه بعد أن ينتهي من 15 عاما يكمل 25 عاما، أو على الأقل لثلاثة أرباع المدة أو نحو ذلك. ولكن هذا لم يحدث بعد، فقد تم الإفراج عنه بعد أحداث الثورة الأخيرة، رغم أن عليه حكم قضائي. طلع بموجب قرار من بنصف المدة يعني، فده أظن هو قضى نصف المدة، فما علينا من هذه، ما علينا. ولكن على كل إن هو كان موفقا للمبادرة وكان في سجن الليمان، والشيخ أحمد سلامة رافضا لهذه المبادرة، وقد عبر عن رفضه تماما ورفض أن يقدم أي شيء تماما، رغم منع الزيارات عنه وعنا أيضا فترة كبيرة حوالي 9 سنوات ونصف تقريبا. وإن كان هو طبعا أتى علينا متأخرا، لأنه تم ترحيله من أذربيجان تقريبا عام 98 أو 97 98، وأتى إلى قضية ما تسمى بقضية ألبانيا، وشاركنا بقى في قضية قطع الزيارات إلى عام 2003 بالضبط. كانت بداية الزيارات الاستثنائية يعني في العيد المولد رمضان إلى آخر الأحداث. طب هناخد فاصل سعادتك؟